وسهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله وفقره الحواريه الثانيه هنتكلم فيها ونكمل الكلام اللي بدا من اول الحلقه على الاهلي ووجود الاهلي في دايما العالميه. كلام كتير جدا هنتكلم عليه مع نجم مصر ونجم النادي الاهلي اللي مشرفني منورني كابتن احمد بلال. لكن قبل ما ارحب بيه طبعا بقاء الله في وفاه الدكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي، ويعني حلقه صعبه جدا علينا ان الواحد يكمل في ظروف اللي حصلت. ربنا يرحمه ويجعله في الفردوس الاعلى من الجنه. ويعني دكتور خالد توحيد مش محتاج حد يتكلم عليه، راجل قمه في الادب وقمه في الاحترام، دايما كان متواجد جانب كل واحد موجود في القناه، دايما اي حد بيبقى عنده مشكله او اي حد بيلجا له في اي شيء دايما بيكون جنبه، دايما يعني ما بيتاخرش على حد في اي حاجه. الواحد اتشرف ان هو يعني اشتغل تحت قيادته، لكن طبعا الاراده الالهيه وربنا قدر ربنا قدر ان هو يتوفى قبل ما الواحد يقدر يستفيد منه بالخبرات الواسعه في مجالات عديده جدا جدا كان مميز فيها. كلنا شفنا حب الناس، حب الناس مش محتاج ان احنا نتكلم عليه. سبحان الله ما حدش في مصر كلها ما بيتكلمش على الدكتور خالد توحيد وما بيترحمش عليه وما بيدعولوش. دايما دي حاجه بتكون من حسن الخاتمه، وفاه في مسجد، وفاه في صلاه الظهر، وفاه يعني ما كانش حد يتوقع زي ما حضراتكم يعني كلنا بنتمنى حسن خاتمه زي اللي حصلت مع الدكتور خالد توحيد. فربنا يرحمه برحمته الواسعه ويتقبله يا رب مع الصالحين، وان شاء الله يكون في الفردوس الاعلى من الجنه. ارجع طبعا لنجمي اللي مشرفني منورني الكابتن احمد بلال.